ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد، فيديو مختلف. اوكي، النهارده هيبقى انترفيو عن مروان بابلو، ايجيبت جاد فادر اوف تراب. اوكي، طبعا دي اتبعتت لي بقالها تقريبا 3 اسابيع، حاجه زي كده. ومش واحد بس اللي بعت لي الكلام ده، كذا، اكتر من واحد. اوكي، انا مش عارف اذا كان في حد بيعمل رياكت عن الحاجات دي تاني، يعني في مصر بيعملوا رياكت زي بره مثلا عن حاجات تانية، عن انترفيو والحاجات دي، ولا الدنيا ماشيه ازاي في مصر؟ انا مش عارف. اوكي، بره بيعملوا رياكت عن اي يعني ممكن دلوقتي اتفرج على مثلا احمد حسن بيعمل حاجه، ممكن اعمل عليه رياكت. هما بره بيعملوا كده. اوكي، انا عارف ان في مصر ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده، ففي كذا كذا نوع من انواع الرياكت. فابقوا عرفوني لو في حد برضه بيعمل عن انترفيو. اوكي، عشان بعد اوقات بحب اتفرج عليهم اشوف الكلام، لان بعد اوقات بروح بتعلم منهم حاجات جديده. اوكي، فبرضه لان الاسلوب في مصر، الرياكت اللي في مصر مختلف تماما عن الاجانب. اوكي، بحاول اجمع من ده وده. اوكي، واحطهم هنا في القناه، بحاول على قد ما اقدر. ما علينا، خلينا نبدا الفيديو، يلا ليتس جو. نفسي اعيش 200 سنه قدام تانيين، فاهم؟ اشوف التطور بتاع البشريه هيوصل لفين. الناس بتتبضن ان الدنيا بتتطور، فاهم؟ والايام زمان مش عارف ايه، دايما زمان احلى. لا، ده زمان مش احلى خالص على فكره، بالعكس دلوقتي احلى ودلوقتي اسهل ودلوقتي هي وجهات نظر. بصراحه دلوقتي احسن او اوحش، او زمان احسن او اوحش. هو بالنسبه لي بصراحه زمان كان في حاجات حلوه، اوكي، ودلوقتي في حاجات حلوه. يعني لو انا عشت، واحد عايش في وقتنا هذا وعشت زمان، مش هطيق لاني من غير نت، من غير اي حاجه. اوكي، ده لو انا عارف ان في نت. لكن انا لو عشت على ايامهم من غير ما اعرف ان في نت، هيبقى في اختلاف تام خالص، لان كانوا عايشين وبيتعايشوا عادي، وكان في، كانت ناس لبعضها فعلا، فاهم؟ دلوقتي الناس مش لبعضها، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي ما بحبهاش دلوقتي. بس بالنسبه للتكنولوجيا دلوقتي احسن، بالنسبه للتكنولوجيا ففي حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. فمش مش ما ي... الواحد مش هيقدر يحكم. حتى في المستقبل هتقول زمان كان احسن، زمان كان احسن زي دلوقتي. بس هو دلوقتي وفي حاجات احسن، بس اكيد قدام في حاجات، يعني دلوقتي احسن بس في حاجات قدام هتبقى احسن واحسن. ده اللي عايز اقوله. اوكي، انا مش عارف اذا كنت انا عرفت اشرح ولا لا كالعاده. ما علينا، خلينا نكمل. كلها بتفوز مكالم مش بفلوس. اقصد يعني ان هي مش مبنيه على حاجه، يعني اللي هو ما تقدرش تحدد اذا كان زمان احسن او دلوقتي احسن. هو ده اللي عايز اقوله. ما ينفعش، يعني لو هتعمل معادله ولا اي حاجه هتبقى صعبه شويه، لان تفكيرك مختلف عن بتوع زمان، هيبقى في حاجات كتير قوي مختلفه، فصعب. هو في موضه قديمه وموضه جديده، فاهم؟ الموضه الجديده دي طلع منها نوع بقى اجدد من الموضه الجديده. يعني انت ممكن تبقى مولود جديد وبتغني دلوقتي بالستايل القديم، بس انت هتبقى نيو سكول عشان انت مولود جديد غصب عنك، فاهم؟ انت بتغني بالستايل القديم بتاعك. لا 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 لا، بس انت هتبقى نيو سكول عشان انت مولود جديد وبتغني دلوقتي بالستايل القديم. بس انت هتبقى نيو سكول عشان انت مولود جديد غصب عنك، فاهم؟ غصب. لو انت عايز هو قصده يعني لو عايز يغني اولد سكول، بس عشان هو مولود جديد فمش هيعرف عشان يتعاصر، يعني هو ممكن يكون يقصد كده. انت بتغني بالستايل القديم بتاعتك بقى، فاهم؟ غصب عنك، فاهم؟ انت بتغني بالستايل القديم بتاعتك بقى، فاهم؟ مش عايز في اي حته. وفترة المراهقة دي بتبقى مليانة اكتئاب كتير، مفيش حد يدلك تعمل ايه، تمشي ازاي. تبقى اكتر فترة بتتعلم فيها، يعني مش عارف انت عايز ايه، او انت عارف انت عايز ايه بس اللي حواليك بيحسسك ان ده غلط، فاهم؟ مش هاكل عيش، فاهم؟ هتيجي تقدم لواحدة هتقول لها ايه؟ بغني راب، فاهم؟ لازم تاخد شهادة، لازم يطلع دين امك، فاهم؟ ولازم تشتغل ولازم تعمل مش عارف ايه. مع ان الفكر دلوقتي مختلف، على ما اعتقد ان في اغلبنا في مصر بيقولوا نفس الكلام ده، ان الشهاده ما بقتش ليها لازمه، لان الدنيا هي بتعلمك، والدنيا هي احسن مدرسه. ودي حقيقه، يعني دي حقيقه، لان الناس كتير قوي قابلتها كانوا جزارين، وانا ما بعيبش فيهم، يعني ما بقولش الجزاره وحشه، لا، بس بتكلم في ايه،
يعني مثلا دكتور واقف في جزارة اللي هو مش شغلانته ودارس وعامل كل حاجة، بس حظه، أو إحنا بنسميها حظ كبشر، بنسميها حظ، أوكي؟ هي في الأول في الآخر عارف إن هي نصيب، بس اللي هو بتقول يعني ضيع من حياته كل ده وفي الآخر واقف في جزارة مثلا، أو اللي هو فرارجي، فاهم؟ أو أي شغلانة، فاهم؟ أنا ما بعيبش يعني، أنا بالنسبة لي حتى الزبال بالنسبة لي شغلانة محترمة، طالما هو ما بيسرقش وما بيمدش إيده لحد، دي حاجة، ده شرف، أوكي؟ أنا عارف ده، بس أنا مش بتريق على الشغلانات دي، بس أنا بتكلم مكانته مش في الشغلانة دي، فاهم؟ يعني السنين اللي ضيعها على أساس يبقى في مكان معين هو كان عايز يبقى فيها، بس هو مش فيها بسبب حظه اللي إحنا بنسميها حظه، أوكي؟ أنا مش عارف أشرح، بس اللي هو إيه؟ دي حقيقة، هي الدنيا بقت ماشية بالحظوظ أكتر، بقيت أحس كده، بالذات في مصر، حاسس إن الدنيا حظوظ، أو إحنا كمصريين عامة، هتكلم مصري، أنا معرفش الأوطان العربية التانية عاملة إزاي، بس فعلا لو بصيت ركزت على كل واحد مصري هتلاقي هو حظه، فاهم؟ اشتغل شغلانة حلوة هو حظه، اشتغل شغلانة زي الزفت هو حظه، فاهم؟ دارس ايه مش دارس ايه ملهاش لازمه، ملهاش علاقه اصلا باللي انت بتشتغله او اللي انت هتشتغله او اللي انت هتبقى، فاهم؟ الدنيا غريبه. سنة جديدة وانت لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. صحي النوم كنتش من امبارح طول الليل في السما سارح ساوند. يعني كنت مثلا منزل اغنيتين في الاسبوع مثلا، فاهم؟ لان التراك ما كانش بياخد الوقت اللي انا بعمله دلوقتي. انا كنت بعمل بيت وانا قاعد نص ساعه، فاهم؟ ممكن بيت 5 دقايق، كانت حاجات اكسبيرمنتال بقى، فاهم؟ وتقعد الربع ساعه التانيه بتكتب، فاهم؟ فانت عملت تراك في ساعه وانت قاعد، ترفعه تقضي يومين ثلاثه في الشارع، ترجع تروح جاي كاتب اللي حصل في اليومين ثلاثه دول، فاهم؟ الانسبيريشن اللي جت منه. اوكي، هتقول لي كلمة حلوة قشطة فشخ داش زي حلو قوي كيبي توب. هتقول لي كلمة حلوة قشطة فشخ داش زي حلو قوي كيبي توب يا بان وعاش. الكلام ده 13 سنة، 13 سنة، 15 سنة، دماغ تفر تجيب فلوس، مزيكا سكت ونوم، هي دي الطقوس. اجيب انا من رأيي ان هو ياخد ال كشكول او كراسه اللي هو كاتب فيها دي. انا من رايي ان هو الكلمات دي ياخد منها ويجددها ويعملها في اغاني جديده، هتبقى جامده فشخ. انا اعتقد يعني هي فيها حاجات حلوه يعني. وما اعتقدش ان حد هيغنيها اصلا، فاللي هو او ممكن يكون غناها، بس انا من رايي ان هو يجددها. لو هو حتى غناها انا من رايي ان هو يجددها باسلوب الجديد، فاهم؟ هيبقى جامد فشخ. شمعة هو ده اللي عايز اقوله. حمرا اه واحرق بيها دمي، ادف في البنت الطقوس. اجيب شمعة حمرا واحرق بيها دمي، ادف في البنت السمرا، ام طرحة بمبي عليكم مش هخبي. انا عندي التراك ده، انا سجلته التراك ده بقى. اعتبر مقسوم 2، جزء كنت في المدرسة الأوقات، تروح هناك فاهم، شباب روشة ولذيذة والدنيا حلوة هناك، فاهم؟ ومدرسة مختلطة، فاهم؟ بنات مع أولاد حتى لما وصلت للثانوي يعني، فاهم؟ برجع هنا على الحضرة، فاهم؟ الحضرة هنا شعبية، فرق الفكر مختلف خالص، فاهم؟ فأنا كنت شعبي بالنسبة لدول وفرفور بالنسبة لدول. مخه يكسر له مخه، اللي هو فكر اللي هو فعلا بالنسبة له شعبي وبالنسبة له التاني فرفور، اللي هو مفيش وسط، فاهم؟ في الناحيتين مفيش وسط. انت يعني اللي هو في مصر والعقول موجودة في مصر. اللي بيميز التراب الأصوات المستخدمة في المزيكا، بقى في أصوات جديدة دلوقتي، صوت الكيك اللي هي بوم بوم، الهاتسات، البيز، الإيتويت، ممكن تغني عليه بطريقه الاولد سكول، بس هو تراب. يعني لما تعمل اغنيه ما تعملش اغنيه للرابرز اصحابك، لان الرابرز يعملوا اغنيه عشان يوري الرابرز اصحابه ان هو جامد، هيقعد يغني لك مثلا
حرب الآلهة بانشات ليركس تقيلة على الودن بتاعة البني آدم العادي، فاهم؟ البني آدم الطبيعي اللي بيسمع أغاني عادية، فاهم؟ عشان كده أنا مؤخرا الناس بتقول لي أنت كلماتك ضعيفة، أنا كتبت الكلمات الجامدة وخلاص عديت المرحلة ديت، فاهم؟ عملت تراكات، فاهم؟ أخدت ريسبكت من كل الرابرز، فاهم؟ أغلبية الرابرز يعني، فاهم؟ أنا مش مستني أبهرهم، عايز أدخل واحد ماشي عادي بيسمع مش مستني أبهرهم أغاني عادية، اسمع عمرو دياب ومهرجانات والكلام ده، عايزه يبقى في البلاي ليست بتاعته اغنيه راب، فاهم؟ عربي مصري بالتحديد يعني، فاهم؟ لا مش حلو، لا مش الحاجه بقى كمان انتوا بتحطوا البيز في الاول كده ليه؟ انا بحب البيز، البيز كده كده بيخلي الاغنيه جامده، فاهم؟ انا عارف بتحط التكنات. شوفوا انا الكلمه انا قلتها 5000 مره صح، قلتها قبل كده حتى قبل ما اعرف مروان بابلو اللي هو برو. شايفين اوكي انا كده عرفت ان انا بفهم كده ليه. انا بحب البيس، البيس كده كده بيخلي الاغنيه جامده، فاهم؟ انا عارف تحط الحبشتكنات تسمعها كده بقى وتزود عليها. ماشي دي اول حفله راب ليا في اسكندريه، المين بتاع الراب، فاهم؟ فعلى الله نيك يعني، فاهم؟ مستني اشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. اوكي في اعلان هرجع لكم تاني، اوكي عشان الاعلان ده، فاهم؟ فعلى الله نيك يعني، فاهم؟ مستني اشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. مش عارف حفلات هنا في اسكندريه قليله جدا، والاماكن اللي بيتعمل فيها حفلات هنا قليله جدا اذا كانتش معدومه اصلا، فاهم؟ احنا عشان نجيب المكان دوت كان حوار. وانا صغير الحفلات كانت مبدئيا كانت كلها مفيش مزيكا جديده ديت خالص، كانت المزيكا اللي هي الاولد سكول، فاهم؟ وكانت في اماكن ثقافيه واي كرو او ايجي لاب سكول، دول كانوا بدايه العوق. بص انا كل خطوه باخدها من ساعه بدايه السنه دي، فاهم؟ وجوتو كايرو كل علامه، فاهم؟ في علامات كده بتظهر لك كده، علامات الهيه كده، فاهم؟ جوتو زير، فاهم؟ جوتو كايرو هي روح هناك، هي علامات الهيه كده، فاهم؟ جوتو زير، فاهم؟ جوتو كايرو هي روح هناك، هي الدنيا هناك، فاهم؟ عشان هي العاصمه. بس انا مش عايز كده، انا نفسي اغير الموضوع دوت، فاهم؟ واكيد الشباب هنا كلها نفسها كده، فاهم؟ اكيد الشباب الاسكندريه كلها نفسها كده. الموضوع لو اتغير هيبقى جامد. انا مش عايز ده، انا عايز افضل هنا اطلع مزيكا من هنا والموضوع ينتشر هنا. انا عايز بتوع القاهره هم اللي يبقوا من كتر ما الموضوع حلو هنا وجامد هنا يجوا هنا، فاهم؟ عايزهم يجوا هنا، عايز اكنترول الامور، عايز اكنترول اللحظه اللي جايه، وعايز اكنترول اللحظه اللي بعديها واللحظه اللي بعديها وبكره والاسبوع الجاي والشهر اللي بعده، فاهم؟ وده بقى بيجيب لي اكتئاب. ممكن من كتر المحاوله يحصل، ممكن غلط، ممكن يغير الدنيا، ممكن ليه لا. بس الاكتئاب مش حل، الاكتئاب مش تعمل حاجه، دي من عند ربنا كده، فاهم؟ بس قشطه يعني، مشيت مع ايه، ما نزلوا العده، نزلوا كل حاجه، فاهم؟ اكيد مش هيكملوا يعني، مش عارف. هو لا غالبا مش هيكملوا لانه كله بدا ياخد نفسه ويمشي اصلا يعني. الناس مشت كلها؟ مش كلها، لا لسه في ناس يعني، في ناس قاعده مستنيه، في ناس قاعده لحب القعده. طب اديله قالوه كده، اقول له في امل ولا في عفاف ولا ايه؟ شوف انا عايز اغني للناس يا مان، انا عايز اغني للناس يا مان اللي جت يا مان، عايز تعرف ايه عن الراب في اسكندريه؟ ايه مثلا؟ الراب في اسكندريه مش موجود، السين في اسكندريه ضعيف. مين قال كده؟ انا من القاهره وبقول ان السين موجود، يمكن من اقوى الناس اللي موجوده في اسكندريه، وانا قهراوي. يعني انا حاسس ان اغلب الرابرز موجودين في مصر من اسكندريه، مين قال كده؟ الحته دي انا مش معايا. هو اخره سيركل في الشارع، سيركل ناس متجمعه، واحد بيعمل بيت بوكس، خلي بالك، واحد بيغني، فاهم؟ اكتر من كده مفيش في القاهرة. ما اعتقدش ان في الكلام ده، او هيبقى فيه بس قليل جدا. انت لسه قايل ان هي عاصمة واكبر، فانك تقابل حاجة زي دي انت قابلتها في اسكندرية هتبقى نادرة جدا في القاهرة. فما ممكن عشان اسكندرية، هو ممكن عشان اسكندرية صغيرة، بس انت برضو انا بتكلم عن الرابرز المعروفين اغلبهم من اسكندرية، هو ده اللي بتكلم عليه.
لكن بالنسبة للبيت بوكس والناس دي موجودين في القاهرة بس مش هتقابلهم صدفة زي في اسكندرية. ويمكن ده اللي بيعجبني في اسكندرية، ان هي صغيرة، فاهم؟ تحس ان ممكن تقابل الشخص ده اكتر من مرة وانت متعرفوش، فاهم؟ ومنها ممكن تعرف الشخص ده عشان انت قابلته اكتر من مرة، فتبتدي بقى لو انا قابلتك اكتر من مرة لازم اعرف انت مين واسمك ايه وانت بتراقبني ولا متراقبنيش ولا في ايه بالظبط، فاهم؟ يعني حتى هتلاقي الاسكندرانية اغلب حفلاتهم اللي عملوها ما عملوهاش في اسكندرية مبدئيا، فاهم؟ تلاقي اغلب حفلاتهم اللي عملوها عملوها في القاهرة. ريك فوق يا شباب. بس في اللي هو فكرة اللي هو الريب، محدش يحب يسمع الريب، فاهم؟ الريب ما بيشتغلش في التكاتك فمش هيجيب فلوس. انا بيتهيألي الرابرز مش هدفها ان هي تجيب فلوس من الراب، وما بيعملوه في وقت فراغهم. الصح ايه؟ الصح انك تعمل راب يجيب فلوس. ويكس مش ده ويكس؟ ايه؟ الصح انك تعمل راب يجيب فلوس. ده صح. بس برضه مش اي راب برضه. يعني مش يبقى راب معفن، يعني مثلا زي مثلا ناس كتيرة قوي كانت رابر واتجهت للشعبي عشان الفلوس. فانت ما تتنزلش عن حاجة زي دي عشان الفلوس وتعمل حاجة ترجيع، اوكي؟ ومتأكد ان في رابرز كتير ما بيحبوش حوار الشعبي ده، فانت بتعمل حاجة اللي هي العكس. زي مثلا ايه، زي بالنسبة للميتال والايمو، الميتال ما بيحبوش الايمو على الرغم الناس كلها بتفتكر ان الاتنين عبد الشيطان، اوكي؟ دي قصة تانية اصلا، عبد الشيطان دي قصة تانية خالص، اوكي؟ فبالنسبة للراب والشعبي حاجة زي كده، الميتال والايمو، ما ينفعش تسيب مثلا ميتال عشان تبقى ايمو، فاهم؟ عشان مثلا ايمو بيجيب مثلا، اوكي؟ الايمو برضه ليهم اغاني على فكرة، اوكي؟ ليهم نظام قريب شوية من الراب مع شوية سكريم مع شوية تنطيط وبتاع، ما علينا، قصة تانية. فحوار الشعبي والراب انا حاسس ان هو كده نفس الكلام، اللي هو ما ينفعش تسيب الراب عشان تغني شعبي، لان ده حاجة عكس ده، فاهم؟ وده بالنسبة لي بصراحة ترجيع. مش عشان انا مثلا بسمع راب او ان انا بعمل رياكت على الراب عشان كده بقول ان الشعبي وحش، لا، ده اصلا رأيي من الاول حتى قبل ما اسمع الراب المصري او العربي عامة. انا ده كان رأيي ان الشعبي، او كنت بقول اصلا المصري كله او العربي كله في الزبالة بالنسبة لي بصراحة، ده كان بالنسبة لي، اوكي؟ بغض النظر بقى عن ليجاسي والعالم دي، اللي هي ابتديت اسمع الناس دي، اسمع ليهم كام اغنية اللي هو اوكي عندنا في ناس عندها دماغ حلوة، اوكي؟ ودلوقتي هو بيتكلم اللي هو مروان بابلو، اللي هو في اغنية اللي هي ام بليست مش عارف ايه، اللي هي كانت شغالة اللي هي كانت شغالة من شوية، اوكي؟ دي برضه عجباني لمروان بابلو، دي اللي كانت عجباني لمروان بابلو. ما علينا، خلينا نكمل. يلا بينا. خلاص انا هجيبه. ايه؟ انا هطلع اشيل مسؤولية الموضوع وانا من المهم قالك ده. انا هطلع اشيل مسؤولية الموضوع وانا من المهم قالك ده. الموضوع مش سهل. الو، انا شايل هم معايا، يعني وشه بيتكلم عن هموم كتيرة جدا، هموم كتيرة جدا، الموضوع مش سهل. في نفس الوقت احس ان هو بيحب الحاجة دي، يعني اللي هو انت خايف على الحاجة دي، فاهم؟ تعبك وجودة، فاهم؟ وفي نفس الوقت انت حابب ان انت تعمل الحاجة دي وعايز تطلع تغني للناس اللي بتحبك او اللي بتسمعك، فاهم؟ الوش بتاعه بيتكلم عن حاجات كتير جدا. الو، ولما يغتني ويبقى معاه فراري ولا لامبرجيني، الناس دول بيتصور مع فراري ولامبرجيني زي ما بيعملوا مع محمد رمضان. انا ما بحبش محمد رمضان، بس بحترم الشغل اللي هو عمله، اللي هو التعب اللي هو تعبه في ورا شغله. ما بحبوش، اوكي؟ ما بحبش اعماله، بس هو تعب عشان يوصل للحاجه دي. فالناس اللي بتتكلم تصور جنب اللامبرجيني ولا فراري بتاعته مش عارف ايه، واحنا مش لاقيين ناكل. طب ما هو اشتغل، هو تعب عشان يوصل للحاجه دي. في سذاجة في مصر بصراحة. فده واحد، او انا شايف هم وقرف في وشه ان هو تعبان، فلما يوصل ويتصور جنب الحاجة اللي هو تعب عشانها فده حقه. فانا اتمنى له ان هو فعلا يوصل يبقى مع فريالي ولا يبقى مع اللي هو نفسه فيه. مش عارف، هو كان هنا من شوية بعدها مش عارف راح فين. تأجير السماعة دي 300 جنيه.
مش عارف راح فين. تأجير السماعة دي 300 جنيه. فين إيريك؟ أنا عايز إيريك. طيب تعالى دلوقتي الحفلة هتتعمل في المكان اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بسرعة بقى انجز حالك وهات الناس ديت نعملوا كوستوم الحفلة هنا. انجز حالك ماشو؟ ايه؟ مينفعش يا مان، الناس جاية من القاهرة يا مان، مينفعش. تعالى عملني الحفلة مان، اخد منه المايك كمان اضمنه له انا. المهم المايك كمان والله، حكاية بطاقة والكابل بتاع اللاب هطلع لك كل حاجة انت محتاجها. الحاجات زي دي كويس ان هو متصوره. الحاجات زي دي ممكن تحصل مع حد، مع ناس كتير قوي مش رابرز بس، ممكن يكونوا مغنيين شعبي. ما علينا ما علينا. سمع مع حد انت معاك سماعات ثانيه؟ يلا 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 معاك. ما انا ما بحب الشعبي بس مش عارف ليه انا قلت كده. بس اوكي انا بحاول اكون محايد. انا معاك. يلا 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 اجري 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 اجري. بنسرع الوقت، بنجري مع الوقت احنا. يلا طبعا. يلا مان يلا مان يلا مان. واقفة على الكهرباء بس. انت ليه دايما واقفة على حاجة؟ وانا عايز اغني سكة ودغري فاهم؟ بقول لك ايه؟ اللي حصل؟ هو ده رابتر؟ بقول لك ايه؟ اللي حصل؟ جادز بلان مان، جادز بلان، خطة ربنا، خطة ربنا. هتكمل هتكمل. انتوا جايين الحفلة عشان تقعدوا ورا؟ انتوا جايين الحفلة عشان تقعدوا ورا؟ قدام قدام كله هنا، كله يجري كله يجري كله يجري. مخ شغالة مش بتنام، سبب فشلنا في العلام. عربي وقفهم جبين ورتون، ازميلي بتسحى للكلاس. بتزولش انا برز، فيش غير فلوس جوه راسي. شركة دايرة مع البط، لو في ايدك جنب البوس. بيني وبينكو يجي مين؟ لا اوز كبتين، ما بصيكش في اي عرس. بلاش اسياد بلاش كبير، حطوش مين؟ ما بصيكش في اي عرس. بلاش اسياد بلاش كبير، حطوش وحي ازاز وفيه. ومحدش ليه على يجمين، ولو على الحق مفيش سماح. شلف سبيل روحتي، شلف سبيل روحتي، شلف سبيل روحتي. وقعت معايا تستغيث، مستقبل حلونيك، مستقبل جديد فاهم، مستقبل فريش فاهم، فريش كده اللي هو طازة فاهم. ما علينا. انا بصراحة الفيديو عجبني جدا. اوكي انا ما كنتش متخيل الانترفيو عجبني. انا قبل كده برضو شفت انترفيو جزء من كان تقريبا ويجز حاجة زي كده، واللي هو ما كملتش عشان مش عارف، حسيت ان مش حلوه. كان ساعتها كان واحد شخص واحد بس اللي بعت لي حوار انترفيو، وشفت بعد كده ويجز حته من ويجز، وبعد كده اللي هو ما كملتش فاهم. وكويس لان ان شاء الله قريب هبقى اعمل رياكت على ويجز برده. ما اعرفش لو انا اللي شفته ده كان صح انترفيو لويجز حاجه زي كده، مش عارف. ما علينا، انا مش متاكد قوي. اوكي ف ان شاء الله هعمل حاجات تانية مختلفة. اوكي انا بحاول ان انا انوع حتى في الفيديوهات اللي فاتت اللي هو مروان موسى كتير. انا عملت مروان موسى وابي يوسف كتير، والناس زعلانة قوي من الحوار ده، وهو ده اللي كنت بكلم فيه. لما حد يقول لي انا مش عارف ايه، ابقى لسه عامل مثلا مروان بابلو او مروان موسى. الناس بتكتب لي مروان موسى تاني فاهم، وبتكتب لي في كذا مره اللي هو انا قلت لك امبارح ان انت تعمل مروان موسى، اللي هو برو انا لسه عامله يعني اعمل حاجات تانية فاهم، اللي هو يبقى فيه اختلاف. الناس كتير قوي كانت متضايقه ان انا قررت نفس الشخص اللي هو مروان موسى وابي يوسف كتير فاهم، او ويجز فاهم، اللي هو انت بتعملهم كتير قوي فاهم. اللي هو انا بقول لكم ان انا لو عملت لكام شخص معين كتير الموضوع هيبقى ممل، القناه تبقى عباره عن فاهم، مش تبقى حلوه. ف يا ريت الناس تديني برده فرصه. اوكي يعني اوكي شفت الكومنتات وكل حاجه، ادوني فرصه. يعني مثلا لما تقولني ان انا غبت شويه عن الشخص ده، قولي مش وقته بقى تعمل عن الشخص ده. انت بقالك كتير مثلا، بقالك 3 ايام 4 ايام، بقالك اسبوع فاهم ما عملتش الشخص ده. زي شاهين انا ما عملتلوش خالص بقالي فتره. اوكي غير طبعا ديس ما بينه وابي يوسف، ف وهعمل له تاني قدام ان شاء الله. ما علينا، ده كان رياكت. يا رب يكون الرياكت عجبكم،
ويا رب يكون الفيديو عجبكم برضو زي ما عجبني. اوكي، وانا اتمنى ان الفيديو ده يحاولوا يعملوه على فيلم او قصة مروان بابلو ويجز والناس دي يعملوها. لو عملوها في فيلم واحد هيبقى جامد فشخ والناس هتتفرج عليها على ما اعتقد. يعني حطوا مثلا قصة جزء بتاع مروان بابلو ده وجزء مثلا ويجز وجزء مش عارف ايه، كانوا عايشين ازاي في الاول قبل الشهرة وبعد كده ازاي عرفوا بعض والجو ده، هيبقى فيلم جامد فشخ. ما علينا، هي فكرة هي. بس طبعا سبكي محتل مصر بطريقة مستفزة وفشك بشك، بس ما علينا ده امرنا لله. ما علينا، ده كان رأيك، يا رب يكون رأيك عجبكو، ويا رب برضه نقول نفس الكلام، رب يكون رأيك عجبكو. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، اقول لكم يلا تشوس.